على قدم وساق يواصل المنتخب الوطني لكرة الطائرة تحت سن 23 عاما معسكره التدريب في اسطنبول تحضيرا لخوض تصفيات بطولة غرب آسيا التي ستقام في البحرين الأسبوع المقبل والمؤهلة للبطولة الآسيوية العشرين التي ستقام في ميانمار في أغسطس المقبل. مستوى الفريق طيب الحمد لله، في مباريات تجريبية سويناها الحمد لله أدى الفريق، وفي احتكاك يعني استفدنا من نتائج المباريات اللي طافت، وعندنا اليوم إن شاء الله مباراة وإن شاء الله يقدم أفضل في تصفيات في البحرين. إن شاء الله عندنا موعد تصفيات يوم 29 أول مباراة الكويت والبحرين، والحمد لله إن شاء الله متأملين نصعد إن شاء الله بعد التصفيات إن شاء الله. وخاضت مجموعة الأزرق 4 مباريات ودية مع فرق تركية على ملعب يقجك الرياضي أثبتت خلالها جدارتها، بينما واصلت ميرانها بتدريبات اشتملت على جوانب تكتيكية ولياقية هفى الجهاز الفني للفريق من خلالها إلى زيادة الجرعة اللياقية عند اللاعبين الذين أظهروا موهبة عالية الصد والرفع.